لماذا عاد نزار؟ لأن الأجنحة الأربعة، جناح بن علي بن علي قائد الحرس الجمهوري والأمن الرئاسي، شنقريحة رئيس هيئة الأركان وقائد الجيش، جناح المخابرات بقيادة عبد الغني راشدي، وجناح التوفيق الذي يتشكل الآن بقيادة التوفيق، خلينا نقوله هذه الأجنحة متصارعة فيما بيناتها، خاصة الأول والثاني. في الأيام القادمة إما سيسقط شنقريحة وإما سيسقط بن علي بن علي. إذا عاد تبون وقادر يسني، فعلى الأرجح شنقريحة هو الذي سيسقط. على الأرجح شنقريحة هو الذي سيسقط. قبل ذلك قد تتم الإطاحة ببن علي بن علي. صدام كبير جدا، إلى درجة الآن بعض الأشياء اللي وقعها بن علي بن علي لما تروح لشنقريحة يقول لهم يرميها، يعني ما يوقعهاش، مع أن بن علي بن علي أقوى منه في الرتبة وأقدم منه في الرتبة، فريق أول وهذاك فريق، وبن علي بن علي كان فريق في 2015 بينما شنقريحة أصبح فريق فقط في جويلية 2020. ففي صدام. الجناح الثالث اللي هو بقيادة المخابرات والرابع بقيادة توفيق يعود بقوة. الجناح الأقوى اللي يعود بقوة هو توفيق، نزار مع جناح توفيق، أي قدماء الانقلاب إذا شئنا لجونفيريست. الآن باش نعطيهم اسم، هاهم لجونفيريست يعودون من جديد، يعود القائد الأول تاع لجونفيريست خالد نزار، ويعود الشخص الأخطر تاع لجونفيريست وهو توفيق. الآن يقول لك باللي المحكمة العسكرية، نعرفوا أن المحكمة العليا ألغت الحكم اللي كان صدر ضد توفيق وطرطاق والسعيد نتاع 15 سنة، وطالبت البوليدة محكمة هناك أن تصدر حكم جديد. ما علنوش على الحكم، الحكم صدر وتبرأ توفيق، وهذا هو اللي شجع خالد نزار بالعودة بعد أن وراوا له أن المحكمة العسكرية برأت توفيق وطرطاق والسعيد من تهمة محاولة الانقلاب، وأبقت التهمة على السعيد وهي تهم أخرى متعلقة بحداد وطحكوت وأخرى، أي أنه سيحاكم في سيدي محمد. عاد إذا نزار، عاد وهو يشعر بالانتصار، عاد وهو يشعر خاصة، خلينا نوري لكم مقطع كان قالوا، أنا ذاك راني طولت عليكم في 800 دقيقة كثير. خلينا نشوفوا مقطع مما قاله يوم دعا فعلا للانقلاب، ماهوش مش تهمة اللي دارها له خالد قايد صالح، واللي على الأرجح كانت تهمة ملفقة يعني، على الأقل هو يقول ذلك يعني، حتى لويزا حنون شهدت بذلك إلى آخره. لكن كان هناك شيء آخر، تهمة أخرى، وهي تهمة وجهها خالد نزار طالب بالانقلاب على القايد صالح. الكهنة المبتدئين الذين يتحدون أنهم يملكون ناصية العلم باستعمال الوسائل السليمة والملائمة، فهؤلاء لا يحركهم سوى طموحهم المفرط وغرورهم بأنفسهم وتكبرهم وعصبيتهم. إنني أناشدكم لننقذ بلدنا طالما أنه لا يزال هناك وقت. كان هذا في 9 أوت 2019، دعا إلى انقلاب عسكري. يومها جماعة القايد صالح والقايد صالح وقعوا في حالة رعب خوف، ما فهموش وش يديروا، راحوا قطعوا الانترنت، لعلكم تتذكروها كلها، قطعوا الانترنت واليوتيوب وقطعوا اليوتيوب والفيسبوك إلى آخره، ظل مقطعين ربع سوايع. يعني هم لم يقطعوا الانترنت إلا 4 مرات أو 5 مرات، اللي قطعوها مباشرة منها يوم 22 ليلة 22 فبراير، ومنها هذه المرة ومرتين أو ثلاثة لعلكم تتذكروها يعني. لو كان جات كاينة دولة صح وقانون صح وقضاء صح على هذا الفيديو يحاكم، لأنه دعا إلى انقلاب، هنا دعوة إلى انقلاب صريح ضد القايد صالح. لن أطيل كثيرا، سنترك التداعيات والآثار وماذا سيحدث للقاء القادم إن شاء الله في اللايف، لأني شوف رايفات 100 دقيقة. لكن قبل أن أذهب أرجع فقط لإخواننا
اللي بعض إخواني يسمون بصبع الأزرق أو آخرين حتى اللي اقتنعوا واعتقدوا في قايد صالح وأنه سيفعل وأنه كذا وأنه سيطهر وفرنسا راح تسخن الحطب وأنه سيقضي أين الأمر؟ قد يقول قائل لا مات قايد صالح. طيب المشروع اللي يعود مبني على شخص نفترض أنه كان صادق وأنه كان سيحقق قاعد الأشياء، المشروع اللي يعود مبني على شخص هو يقدر يقتلوه بسهولة، سواء يجيه الموت الطبيعي من عند ربي أو يجيه الموت اللي بسببه البشر، هو كله من عند ربي لكن سببه البشر، يعني الاغتيال. يعني مشروع حقيقي لو كان جزائر جديدة وجزائر نوفمبرية ما تتبناش على شخص. ثم أين هم اللي كانوا مع القايد صالح؟ لو نعطيكم القائمة الآن، يا إما في السجون يا إما في القبور يا إما هاربون، هذه الحقيقة اللي كانوا مع القايد صالح. آخرهم تاع السجون هذو اللي ذكرتهم لكم، الجنرال توبوديلات، الجنرال علي عكروم، الجنرال الشواقي والجنرال لشخم، كلهم مروا على مركز عبلة وعذاب شديد، وأبنائهم الآن يمروا أيضا في طحن، اللي يقدر على أخوه يطحنه. هاي الدولة العسكرية وش تدير؟ أريد لإخواني الذين خضعوا، مرة ما زلت أريد أن أجمع الجزائريين صراحة، يعني أغلب الجزائريين الذين خضعوا نريدهم أن يكونوا مع إخوانهم وأن يعودوا إلى الحراك وأن يعودوا إلى الدولة المدنية وأن يساهموا فيها، بغض النظر على أنهم تخدعوا نهار أو شهر أو سنة أو لأنها اللي ما كانش فايق واللي ما زال كان عنده شك واللي ما زال يسمع لبعض الذباب ويشوف. أنا من هنا حتى أقولها لمعتوه برمنغهام وصديق جوزيف، يعني إذا بقيت لكم ذرة، يعني مع ذلك يعني قد نتناسى كل شيء، يعني كل ما قلتوه وما كذبتم وما أجرمتم، لأن لو كان ديكم القضاء تدفعوا الثمن يعني، لكن مع ذلك أنا أقول لكم ثم تأثيركم بسيط، لكن مع ذلك لو كان راه يتبع فيكم 5000 شخص أو 100 شخص أو 200 شخص من الأحسن لكم أنتم وغيركم، يعني من اللي خضعوا وكتبوا عن النوفمبرية، من الأحسن الإنسان أنه لما يشوف اليوم نزار راجع في طائرة الرئاسة الجمهورية، بالمناسبة بباسبورات دبلوماسية، عاودوا اعطاوا له الباسبورات الدبلوماسية هو وابنه صاحبه باسبورات دبلوماسية، هو عنده الحق بالقانون لكن ابنه ما عندوش الحق ولا صاحبه، هاو راجع بطائرة رئاسة الجمهورية ومستقبل، قال لك استقبال احتفاء به في مطار بوفاريك واستقبلوه كبار ضباط، وراجع باسبور دبلوماسي، كاين واحد الصورة حطوها الناس وهو يتمسخر قدام قبر القايد صالح، طبعا الصورة مش صحيحة لكن هي معبرة. أنا أقول اللي خدعوا بالقايد صالح سواء عن حسن نية عن سوء نية، سواء كانوا مستغفلين أو مغفلين أو سميهم ما شئت، من الأحسن أن تعود إلى الحق، إلى طريق الحق. انسى قاع الخصومات، إذا كنت خاصة إنسان مؤمن فإنك سيسألك ربك عن الحق وليس عن الباطل، ولما تعرف الحق ارجع للحق، عد إلى رشدك وعد إلى الحق، مفيش عيب، الناس يقدروا يغلطوا خاصة من إخواننا البسطاء، خاصة من هؤلاء. مرحبا بكم مع الأحرار، حيا الله الأحرار في كل مكان. قيام الدولة المدنية ستكون بإذن الله ولو بعد حين سينتصر الشعب بإذن الله ولو بعد حين. وفي اللقاء القادم نقول لكم عن موضوع التداعيات.